يلا يلا ايهاب اسال يلا يا بوب يلا يا بوب وكل واحد يحضر يعني بعد اهم 10 ساعه يفكر شنو هي الحاجه اللي كانت عزيزه عليك في صغرك اللي كنت تبغيها في صغرك كنت تحبها في صغرك كنت احبها وانا صغير يعني حاجه كنت بعملها ولا لعبه عندي ولا حاجه لعبه اي حاجه مهم حاجه بتحبها كنت بتعملها او بتاكلها او بتعملها صارت ثلاث اسئله لا كنت اقول لك انا كنت بحب العب وانا صغير كنت كل عيد لما كنت باخد عيديه وانا صغير كنت بنزل اجيب كان في كياس عندنا بتتباع فيها عساكر وعربيات حرب يعني عربيات حرب وعساكر التجيب لغايه مثلا ما جمعت مثلا ايه فاهم 100 عسكري حرب عالميه ثانيه اقسم بالله بره حرب كنت عندي مثلا كده في الاوضه وحرب بقى عامل جيش هنا وجيش هنا وعصابات ضربوا في بعض اقسم بالله كانت دي اكتر حاجه بتبسطني اسالك انا سؤال بقى يعني بس وانت صغير في المدرسه بس بصراحه كنت من العيال اللي هي بتضرب ولا يعني ولا بتضرب عمري في حياتي ما اتخانقت وانا في المدرسه وانا صغير كنت مؤدب انا ليه عندكم يا كتير بمصر بتاكل قتل ولا بتعمل قتل ليش انا كنت من اللي بضرب في واحد يكون عايش رواق لا عمري في حياتي ما اتخانقت وانا صغير خالص يعني ما اتخانقتش ان انا وصاحبي نضرب بعض مش صاحبك يعني في المدرسه في عيال فتوه لسبب انا اقول لك على حاجه اولا انا كنت يعني كنت محبوب في المدرسه انا كنت بغني وكنت بلعب كوره كنت معروف ده حاجه تانية كانت مامتي معايا في المدرسه ما كانش حد يقدر يقرب منك مش محدش يقدر يعني كان كل الاساتذه عارفيني وكان اصحابي مامتك معلمه لا مامتي كانت يعني شغاله اداره يعني حاجه في الاداره فاهم اداره في المدرسه فاهم قصدي فكان كده الاساتذه عارفيني فكان الطلبه نفسهم عارفين بقى ايه اهاليهم عارفين مامتي انت فاهمه فكلنا كنا عارفين بعض فما كانش كده انا بامتياز ماشي يلا رفايق مين الفنان اللي بتتمنى تصير مثله مش مثله انه اكيد شخصيتك بس مين بتتمنى تصير بهالكواليتي هالمستوى خلص صاروا خمس اسئله يعني لا بص اقول لك على حاجه في فرق بين المغنى وفي فرق بين الصوت بس انا بالنسبه لي لو انا بالنسبه لي افكر بس ده صعب انه يحصل لسبب لانه هو كان جه في زمن يعني وهو وصلنا هو اللي وصلنا للمرحله دي يعني هو اللي وصلنا للنوعيه بتاعه الاغاني ووصلنا للجو اللي احنا فيه وعمل ده الله يعني انت عم حلمك كثير مثل هالشخص تاريخي زي تاريخ عمرو دياب في اعماله في انجازاته في ذكائه وفي نجاحه تعرف عمرو دياب انه حاله عشان كده بقول لك هو حاله هو حاله وبعديها كلنا مشينا وراه صح انت فاهم قصدي عشان كده صعب انك توصل له بسبب لانه عمل حاجه ما كانتش موجوده يا شباب يا شباب انت اكيد متجوزه عن العين بحرف العين اكيد انا غبيه قوي قصدي حرف الميم لا لا ما كانش لا ما كانش القصص دي كده لا لا منيره اول حرف يلا مفيدة كنت بقى ارميلها بقى جواباته بتاعه وشغل يلا اني اسال يلا احنا على موجود برشا في تونس لسه ايه هو اكثر موقف محرج صارلك بحياتي؟ تحس على الفيسبوك من الموحدين شو اكثر موقف محرج صار عرفت هيدا عم تخرج قبل اعطيك لايك وتكوش عرفت هيدا اسك على الفيسبوك عرفت هو ما كانش بيعالجني بس كان من الحاجات اللي بتعملها يا لهوي عليك يا بنت الحامل يعني مكان كان عندنا مكان شباب والله العظيم عايزين ننزل بقى اشرب ميه انتوا هتلعبوا ما تلعبوا استعملوا في حالاتنا كان بيبقى فيه حنفيات ميه كذا بقى واحده جنب بعض فكان بيبقى عاملين بتاع كده بنيين بونا كده حلو اللي هو زي الاحواض دي بس بونا طويل قوي فكنت بتيجي تشرب من عليه فانت بتيجي بقى واقف عشان تشرب كنت انا صغير ساعتها قصير فما كنتش بطول كان في بنت طويلة عن كتالة ترفعنا أكيد أنا كتالة ترفعنا عشان أشوف المي يا بابا يا صغير تخيل عباس وكانت قدي في السن يعني كانت معايا بس طويل تخيل أنت بقى ولد فاهم ولد بنت قدك بس أطول منك فبترفعك عشان خاطر تشرب مي في المدرسة من الحاجات اللي وأنا صغير كنت بفكرها يعني يلا خلاص بالنسبة لي محرجة جدا يلا